أهلا وسهلا يا أطفال الصغار، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأحسن حال إن شاء الله. سوف أبدأ حصتي إن شاء الله بالنسبة لهذا اليوم من سلسلة الدروس عن بعد يا أطفالي، تقويم ودعم لحصة التعبير والقراءة، المشروع التربوي الثالث يا أطفال. وأولا وقبل كل شيء سوف نحدد تاريخ اليوم معا. بارحة يا أطفال كان الأحد، نعم، إذا اليوم الاثنين، أحسنتم، وغدا الثلاثاء، نعم، الثالث عشر من شهر أبريل 2020، وسأحدد معكم تاريخ على اللوح نيابة عنكم يا صغاري. يوم الاثنين وهو أول أيام أسبوع، أيام الأسبوع سبعة، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، والأحد. ثالث عشر سأحددها يا أحبتي نيابة عنكم، شهر أبريل، شهر أبريل وهو رابع الشهور الميلادية، قلنا في السنة الميلادية 12 شهرا، يناير، فبراير، مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، أغشت، شتنبر، أكتوبر، نوفمبر، دجنبر، ولا تنسوا أيضا الشهور الهجرية. يا أحبتي الصغار، انظروا إلى هذه الفصول الأربعة، فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، ثم فصل الصيف. نحن الآن يا صغاري في فصل الربيع. بالنسبة إلى حالة الطقس يا أطفالي، فكما ترون في النافذة الجو اليوم ممطر، الجو ممطر، إذن سأضع السهم هنا. والآن سأعود يا أطفال إلى حصة التعبير، فكما ترون في الصورة وتتذكرون هذه الحكاية، انظروا هنا، هذا هو لقلق، وهذه هي زرافة، وهؤلاء هم حيوانات الغابة. سوف أقرأ لكم الآن المقاطع ثلاث للحكاية، وأتمنى أن تسمعوني إياها على الواتساب. سأبدأ يا صغاري. كان لقلق يبني عشه على صومعة عالية، وفجأة رأى دخانا يصعد من الغابة. حلق لقلق عاليا واتجه إلى الغابة وهو يسأل نفسه، ما سبب هذا الدخان؟ متى سأصل بهذين الجناحين الثقيلين والرجلين طويلين؟ في طريقه إلى الغابة التقى لقلق زرافة فسألها، ما سبب الدخان في الغابة يا زرافة؟ أجابت زرافة، أطفال كانوا في نزهة وأشعلوا النار ليحضروا وجبة، وغادروا الغابة ولم يطفئوا النار فاحترقت الأشجار. تعاونت الحيوانات والأطيار ليطفئوا النار، لقلق يحمل الماء في منقاره، والفيل يحمله في خرطومه، وعلى النار يفرغانه. أما الإوزة بمنقارها والعنزة، والعنزة بقرنيها، فكانتا تحفران التراب والآخرون يأخذونه وعلى النار يرمونه، وأخيراً أطفأوا النار. قال هزار، يا أبطال شكرا لكم، لقد أنقذتم غابتكم. التحق أطفال الروضة بأصدقائهم في الغابة ليقدموا لهم المساعدة، ونيس وروعة يحملان الشتائم، ورضا ووئام يحملان الرفوش والمعاون. صاح ريان، هيا إلى العمل. وبعد سويعات قليلة كانت الشتلات مغروسة مسقية، أما الهزار
الأصدقاء فرحاً. كتبت سجى على لوحة: من فضلكم حافظوا على غابتكم، وعلقتها على شجرة. ها قد أنهيت قراءة هذه الحكاية، وقد استخلصت لكم منها بعض الأساليب. شكرا لكم من فضلكم. الآن سأمر يا أطفالي إلى حصة القراءة لننتبه إلى هذه الكلمات. انتبهوا جيدا واستمعوا معي. صار صار صام صام صاد. ماذا تلاحظون يا أطفال بالنسبة لهذه الكلمات الثلاث؟ ألاحظ أنها تتكون من مقطعين فقط، ولها نفس النطق. وهنا أيضا بالمثل بالنسبة لهذه الكلمات: إي جا صن قا نا صن را صا صن. هذه الكلمات أيضا لها ثلاث مقاطع وتتشابه في النطق: را صا صن قا نا صن إجا صن ح سي رن ب سي رن را سي فن. انظروا إلى هذه المجموعة أيضا: ح سي رن لها ثلاث مقاطع، وهنا أيضا ثلاث مقاطع، وهنا أيضا ثلاث مقاطع، وتتشابه في النطق. لكي لا أطيل عليكم يا أحبتي الصغار، سوف نلتقي إن شاء الله في حصة مقبلة، حصة الخط والتخطيط. إلى اللقاء، أستودعكم الله إلى حصة مقبلة.